هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات؟ يجوز إخراج زكاة المال على دفعات إذا كان ذلك مقدما فلا ريب في جواز ذلك، أما إذا كان مؤخرا فلا يجوز إلا عند عدم وجود السيولة معك، أو عند عدم وجود المصرف، أو أن يكون المصرف سفيها وأنت أقمت نفسك مقام ولي السفيه، والله أعلم.